الحمد لله، اجتمعتم على وجهتكم إلى الله معبرين عن معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله. ترجموا ذلك: لا يصلي أحدكم الفريضة إلا في جماعة، يحرص على الجماعة كأنها واجب من الواجبات، لا يترك الصدقة كل يوم بأي شيء ولو يسير قليل يتصدق به، فإن وصله بينكم وبين الجناب الشريف وبينكم وبين القرب منه في القيامة، والظل الذي يظل الله بكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وبدفع أنواع من المصائب. ثم صلاتكم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منها ما استطعتم، نور الله قلوبكم، قبلكم الله أجمعين. الأكرم في قضاء الله وقدره محمد، الأكرم في وحي الله إلى أنبيائه محمد، الأكرم في شرع الله ودينه محمد. ومن أكرمه الله لا يقدر أحد أن يحط من كرامته شيء، فيا ربي أكرمنا بقربه واحشرنا في حزبه وصفه وزمرته برحمتك يا أرحم الراحمين. وهيينا لذلك، هيينا لذلك، تهيأ لذلك قلوب تصدق وأقدام تثبت على الاتباع، على الاقتداء، على الاهتداء. أن أرضى لمناسباتنا وأن أرضى لاحتفالاتنا سنن مخالفة للسنن، عادات مخالفة لشريعته. يا الله، تريد تبع من؟ الكرامة عند من؟ فإن من انقطعوا عن محمد أهانهم جبار السماوات والأرض، ومن يهن الله فما له من مكر.